تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم معنا ونرحب بمشاركتكم خلال الساعة، ونرحب أيضا بملاحظاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وأيضا أرحب بفريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما المبدع الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا والنور والسرور. وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بخير بخصوص بشهر رمضان المبارك، وأعاده الله إن شاء الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات يا رب. مستمعين الأعزاء، بنأخذ أول فقرة من فقراتنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي، وبنشوف شو اللي يدور في السوشيال ميديا. صباح الخير أستاذة أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك أستاذة أسماء، وكل عام وأنت بخير. وأنتم بخير وصحة وسعادة، ورب يعود علينا وعلى الجميع إن شاء الله بالخير والخير إن شاء الله. رمضان في السنة ممكن يكون غير، لكن خير إن شاء الله. لكن نحن بعض النصائح المهمة اللي لازم يعني نذكر هي الجميع، إذا يا جماعة الأكلات لا توزعونها بينكم وبين بعض، يعني هم الأشياء اللي حتى في الإحاطة الإعلامية أكدوا إنه يعني لا تتنقصون من طاقم ليرانكم. وصراحة أنا يوميا يوصلني من اليران يعني، لكن نتمنى من الجميع أن هذا جزء من الإجراءات الوقائية الواحد يسويها، فنتمنى أن ما حد يسوي هذا التصرف. نعم. من ضمن الأشياء أيضا نحن عندنا الفقرة يومية افعل أو لا تفعل، وهذه الفقرة يومية تنزل على الساعة 5، من الأشياء اللي لازم نسويها وما نسويها في رمضان. فأيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها يوم أمس نفس موضوع عدم مشاركة الوجبات الغذائية مع من حولنا. أيضا يعني في حد بدأت تصنع الأقنعة الوجه البلاستيكية المتكاملة والواقية من فيروس كورونا المستجد، وهذا يتم تصنيعه داخليا في واحد من المختبرات ثلاثية الأبعاد اللي موجود عندنا في مركز البدع. من ضمن الأشياء أنه صح أنه يعني ممكن الناس شوي داخل على جو رمضان، لكن ما ننسى الأشياء اللي لازم يكون فيها تعقيم مستمر في البيوت. هاي من ضمن النصائح. أيضا كان كنا حاطين هناك مجموعة من النصائح الكثيرة قاعدين نشارك فيها المجتمع بشكل يومي، خصوصا أن هالرمضان شوي غير على الجميع، لكن إن شاء الله بيكون خير علينا وعليهم. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة، شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل، وبتكون معنا أيضا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا موضوعنا اليوم جميل عن السحور الصحي، ولكن أحب أن أذكركم مستمعينا الأعزاء بالاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة الواتساب ودوائي في هيئة الصحة بدبي على الرقم 800-342. بنعرف أكثر عن السحور الصحي مع أخصائية التغذية الأستاذة إيمان محمد، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الأعزاء على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، نحن تحدثنا كثير عن التغذية وأهمية التغذية وكيف من التغذية والأطعمة أن نحن نرفع المناعة في الجسم وأيضا نقوي الجهاز المناعي. اليوم مستمعينا الأعزاء حديثنا مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة إيمان محمد، وبتحدثنا عن السحور الصحي، كيف نحن نتجنب الأطعمة اللي يكثر فيها الدهون والأطعمة اللي فيها كثير من السكريات، ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء الأطعمة اللي فيها الزيادة في الدهون والسكريات سبب رئيسي في تقليل المناعة. الأستاذة إيمان محمد، صباح الخير. صباح الخير أخ عبد الله، كل عام وانت بخير وجميع المستمعين بخير. كل عام وانت بخير أستاذة إيمان، ومهم طبعا السحور الصحي، وحابين نسمع منك أكثر عن هذا الموضوع. بالضبط، أول حاجة بحب أبدأ حديثي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. فهذا الحديث دليل على أنه الصائم مأمور بالسحور لأنه فيه خير وبركة، ولأنه كمان له فوائد كثيرة، فهو بأول الصائمين بنشطهم خلال فترة الصيام، بيخليهم يشتغلوا أكثر سواء الشغل الدنيوي أو الديني. فاليوم حتحدث على 7 نقاط لازم الناس يتبعوها خلال وجبة السحور اللي تمنع الشعور بالعطش والجوع خلال فترة الصيام. أولا بحب أحكي على السوائل، خاصة أنه رمضان في فصل الصيف أو يعني في الجو الحار الآن، فلازم نركز على كمية السوائل وعدم الإسراف في تناول كمية كبيرة من الماء قبل الإمساك. بنلاقي ناس يشربوا كميات كبيرة فقط وجبة السحور، يعني والجسم ما بيقدر يستفيد من كل هاي الكمية من الماء، لأنه هذا بحفز الجسم على التخلص من الماء بشكل أسرع، وبعدين بزيد الشعور بالعطش أكثر. ليش؟ لأنه الكلى بس قادرة على تصفية نصف لتر من الماء خلال الساعة، يعني أصلاً في وجبة السحور مفروض الشخص يأخذ فقط نصف لتر من الماء. فلازم يقسمها على كوب إلى كوبين في الساعة من وجبة الإفطار للسحور عشان يغطي احتياجاته من السوائل في هاي الفترة. كمان لازم يتجنبوا تناول الكافيين بجميع أشكاله، زي الشاي، القهوة، المشروبات الغازية، فهي بتحفز الجسم على إدرار البول. نقطة رقم 2، زي ما أنت تفضلت، نبتعد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات اللي بلجأ لها البعض كوسيلة أنه يعوض الجوع خلال ساعات الصوم، فهي بتمثل عبء كبير على عملية الهضم بالجسم بسبب اضطرابات المعدة، وكمان بتزيد التعرق وقت الانهار اللي بيؤدي لزيادة الشعور بالعطش. فالنقطة رقم 3 كمان أنه نتجنب نتناول الأطعمة المالحة، زي ما احنا كلنا بنعرف لازم نتجنب الأطعمة المالحة عشان ما نشعر بالعطش، زي المكسرات والمخللات، كمان المعلبات، يعني في منهم أوكي بياكلوا البروتينات الصحية مثل الفول أو الحمص، بتاخذوها من المعلبات، هاي عالية جدا بالصوديوم، لازم نحاول نتجنبها ونستبدلها بالفواكه والخضروات الغنية بالألياف والسوائل. النقطة الرابعة أنه يتناولوا الأطعمة الغنية بالألياف، لأنه إلها دور في إبطاء عملية الهضم والامتصاص، فبيضل الأكل معانا لفترة أطول وما بنشعر بالجوع أو التعب والإرهاق. بالإضافة أنه الأغذية الغنية بالألياف تحتوي على كمية عالية جدا من الماء، فهلقيت أنا حاحكي على بعض الأغذية العالية بالماء، زي مثلا عندنا الخيار، الطماطم، السبانخ، الفلفل الحلو، البطيخ، البروكلي، البرتقال، لازم الواحد يحط هاي الأشياء في السحور تبع التفاح، الحليب ومشتقاتها، فمثلا الحليب أو اللبن بيحتوي على 85% من الماء أو أكثر، يعني مثلا اللبن 85%، الحليب
92%، بيحتوي على كمية كبيرة من السوائل، كمان بيحتوي على البروتين الألبان، فنحاول قد ما بنقدر نضيف الألبان أو الحليب المشتقات على الفطور تبعنا. نعم. كمان لازم يتضمن السحور على البروتينات، فهو بيساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة. تحتاج المعدة فترة، وكمان يعني البروتينات المعدة بتحتاج فترة أطول إنها تهضمه. كمان البروتين بيساعد على محافظة السكر في الدم، فما بنلاقي إنه وقت الصيام السكر بينزل عنا بسرعة، مثلا إذا أكلنا شربنا عصير مثلا أو أكلنا حلويات السكر ينهضم خلال 2 لـ3 ساعات، لبينما إذا أخذنا ألياف وبقوليات وبروتينات يظل معانا ممكن تقريبا 6-7 ساعات. نعم، وهذا أستاذ إيمان مهم جدا مثل ما تفضلتي، بخصوص الناس اللي عندهم أيضا الأمراض المزمنة، وبالأخص مثل ما تذكرتي الناس اللي عندهم داء السكري، لأن مهم جدا بأن مستوى أو معدل السكر خلال ساعات الصيام تكون يعني في معدلاتها الطبيعية، فمهم جدا الأخذ بالاعتبار الأطعمة اللي تفضلتي انت فيها، اللي يعني يكون فيها ارتفاع في الألياف والأغذية، أو سواء الخضروات أو الفواكه اللي فيها نسبة الماء عالية. بالضبط، وكمان يعتمد أنهم يتناولوا الأطعمة العالية بالبوتاسيوم، لأنها بتخلي السوائل في الجسم لفترة أطول، زي مثلا الموز، البرتقال، التمر، الخضار، الخضروات الورقية، الخيار، البطاطا أو البقوليات. نعم. ودائما بنقول أخر وجبة للسحور قد ما بتقدروا، يعني بس طبعا اوكي اخروها، بس ما يتجنبوا يناموا فورا بعد تناولها، يعني يتركوا نص ساعه الى ساعه للجسم انه يبدا يهضم في الاكل عشان ما يصير في عسر في الهضم. زي ما يعني بحاول اختصر انه الواحد يتبع الطبق الصحي في وجبه السحور، هي يكون نصف صحن اللي هي خضار، ويحاول يشكل في الخضار تكون خضار ملونه عشان الانتي اوكسيدنت والمناعه، ومنه كمان فيها سوائل كبيره من السوائل، يكون في فواكه يعني خضار وفواكه نصف الصحن، النص الاخر في عندنا نشويات، والنشويات هاي تكون نشويات معقده زي ما حكينا فيها الياف، سواء كان شوفان او مثلا خبز اسمر او حبوب مثلا الهريس او مثلا اي نوع من الحبوب، والربع الاخر اللي هي بروتينات مثلا لحم، دجاج، اذا ما قدروا مثلا اشبان، البان، بيض، او اللي هي البروتينات النباتيه، وعلى جنب عندنا كوب الحليب او كوب اللبن. نعم. وطبعا الماء. الاستاذة ايمان محمد، اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، كل الشكر والتقدير لك. عفوا. مستمعينا الاعزاء، فقرتنا الثانيه ان شاء الله بتكون قطره دم لانقاذ حياه انسان، وبتكون معنا الدكتوره مي عبد الرؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئه الصحه بدبي، بنتكلم معاها عن امور كثيره، عن موضوع التبرع بالدم واهميه التبرع بالدم، كيف ان الواحد بعد ما يتبرع بالدم يعني صحته تكون ان شاء الله جيده، وكل هذه المواضيع ان شاء الله بعد الفاصل. خلكم في البيت متابعينا الاعزاء، فاصل وراجع لكم. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده، تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. مستمعينا الاعزاء، احب اني اذكركم بارقام التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006. مستمعينا الأعزاء، تبذل هيئة الصحة بدبي جهودا كبيرة من أجل توفير وحدات الدم ومكوناتها وبأعلى درجات الجودة والسلامة لتغطية حاجة المرضى في المستشفيات في إمارة دبي الحكومية والخاصة أيضا، وبالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع المرضى على مستوى الدولة في وجود حالات مرضية بحاجة لأصناف دم قليلة الوجود والنادرة منها أيضا.
وذلك عن طريق مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي. ويعد مركز دبي للتبرع بالدم واحدا من المراكز الأكثر مأمونية عالميا، وذلك من حيث التجهيزات والأدوات والتقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في عمليات سحب وتجميع الدم، والتي أيضا توفر أقصى درجات الأمان والسلامة للمتبرعين وتحافظ على صحتهم وحياتهم من أي مشكلات صحية. وأيضا في الوقت نفسه يعتمد المركز على فريق طبي أو فرق طبية متخصصة ومحترفة تحيط بالمتبرعين بكامل العناية والرعاية الصحية. مستمعين الأعزاء، حول هذا الموضوع المهم نواصل حديثنا اليوم مع الدكتورة مي عبد الرؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة مي، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير وبيكم الصحة والعافية، ومبروك عليكم الشهر، وكل عام وحضرتك وكل المستمعين إن شاء الله بخير وصحة وسلام. الله يسلمك دكتورة، وكل عام أيضا وأنت بخير، ومبروك عليك إن شاء الله الشهر الفضيل. الله يحفظك. الله يسلمك دكتورة. نحن نعرف أن مركز دبي للتبرع بالدم من المراكز الرائدة عالميا، وأيضا دوركم دكتورة أنت والفريق الطبي اللي معاك دور كبير، وحقيقة يعني عمل جبار خلال السنة، وبالأخص في الوقت الراهن هناك الكثير من الحاجة للتبرع بالدم. حدثينا دكتورة الفاضلة عن مستوى يعني استجابة أفراد المجتمع لنداء التبرع بالدم الإنساني، وهذا طبعا احنا مستمعينا الأعزاء تكلمنا في كثير من الحلقات بأن التبرع بالدم هو عمل إنساني في الأساس. وأيضا دكتورة، ما هي يعني وجه التحديد يعني في ظل الأزمة العالمية الراهنة لكورونا فيروس؟ نعم، طبعا الحمد لله مركز دبي للتبرع بالدم يجمع سنويا 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة، فهذا من خلال قاعدة البيانات الواسعة اللي يحتويها المركز، بيانات المتبرعين بالدم. فحسب إحصائياتنا واللي أعلننا عنها، ودائما نذكر المستمعين والجمهور إنه حسب إحصائياتنا 150 جنسية مختلفة موجودة في قاعدة البيانات ويتبرعون بالدم بصورة متواصلة. فحقيقة التحديات اللي تواجهها بنوك الدم في مختلف دول العالم بسبب طبعا تفشي فيروس كورونا، وأنه الناس متواجدين في بيوتهم حسب التوجيهات من الهيئات الصحية. فبالبداية كان في عندنا صعوبة لأيام قليلة جدا، لكن تمكننا الحمد لله من بداية الأزمة أنه نتواصل مع المتبرعين الموجودين في قاعدة البيانات، وهناك إقبال وتعاون كبير. فإحنا الحمد لله يوميا ما نسحب أقل من 80 وحدة دم، وفي الأيام اللي نزيد بها الاتصال بالمتبرعين وندعوهم نوصل إلى 150 و160 وحدة دم. فعن طريق قاعدة البيانات الموجودة عندنا وبمساعدة طبعا مركز الاتصال اللي حاليا يقوم بإعطاء مواعيد للمتبرعين بالدم، هذا ساعد كثير أن المتبرعين يوصلون للمركز حتى في وقت الحد من الحركة المرورية. فإحنا نتواصل مع الجمهور عن طريق قاعدة البيانات الموجودة عندنا، هذا بالإضافة إلى دعم الكبير من إدارة التسويق في هيئة الصحة في دبي اللي تشجع الجمهور حتى من الذين لم يسبق لهم التبرع بالدم، إنه تم إعلامهم بطرق بسيطة وخطوات بسيطة حتى يقدرون يشاركون في هذا العمل الإنساني النبيل. وإحنا نحب نذكر اليوم إنه ممكن يتصلون على مركز الاتصال التابع لهيئة الصحة في دبي واللي رقمه 8342، وعن طريق مركز الاتصال يحجزون موعد للتبرع بالدم، ثم يأتون طبعا توصلهم SMS message رسالة نصية، وهذه ممكن استخدامها حتى يقدرون يطلعون من البيت ويتوجهون إلى مركز دبي اللي واقع داخل حرم مستشفى لطيفة. ثم بعد التبرع بالدم
نعطيهم رسالة رسمية أنهم كانوا بالمركز وقاموا بالتبرع بالدم. فالحمد لله احنا نشجع الجمهور اللي لم يسبق للتبرع بالدم انه يشارك في هذا الظرف الطارئ، كذلك المتبرعين اللي موجودين عندنا في قاعدة البيانات يتم التواصل معهم ومعظمهم ما يأتون، لكن يظل في حاجة مستمرة، حاجة يومية، لانه في كثير حالات مرضية مستمرة حتى اثناء الازمة، مثل على سبيل المثال مرض الثلاسيميا، فهم مرضى محتاجين شهريا الى استلام وحده دم واحده او وحدتين حسب طبعا عمر ووزن المريض. هناك الحالات النزف المستمر من خلال العمليات الجراحيه والامراض النفسيه المختلفه. فيوميا احنا بحاجه الى متبرعين بالدم في ظل عدم وجود بديل لدم الانسان، وكذلك احنا بحاجه الى مختلف الاصناف، ومثل ما ذكرت أخوي عبد الله بالبداية أنه في أصناف نادرة، نعم، في أصناف قليلة التواجد، صحيح. فالمريض من يكون محتاجها لازم نوفر هذا النوع من أصناف الدم. فإحنا طبعا نعتمد اعتماد أساسي في عملنا وفي مقدرتنا على خدمة المرضى بتوفير الدم المطلوب وبالوقت المناسب على استجابة الجمهور. فنتوجه اليوم انه نوعي الناس الى اهميه التبرع بالدم باعتباره عمل انساني نبيل، خصوصا في ظل هذه الايام، ايام شهر رمضان المبارك، والناس تتسارع لعمل الخير ومساعده الاخرين. وبالاضافه الى انه طبعا احنا التبرع بالدم هو عمل او اسلوب حياه صحيه، لانه في كثير من الفوائد للمتبرع بالدم. واليوم نقول، وطبعا ذكرنا الأسبوع السابق، أنه جميع الإجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامة المتبرع أثناء تواجده داخل المركز موجودة ومؤمنة، ويطمئن المتبرع أنه خلال تواجده لا يوجد أي زحمة، التباعد الاجتماعي مطبق، وإعطاء المواعيد يمنع من الزحمة داخل المركز، بالإضافة طبعا إلى جميع الإجراءات الخاصة بتوفير الكفوف والكمامات والتعقيم المستمر بعد كل متبرع. فكلها مطبقة، ومنذ بداية الأزمة في هيئة الصحة في دبي في مركزنا. الحمد لله. نعم. أيضا دكتورة، يعني من خلال حديثك بخصوص موضوع الإجراءات اللي تم أخذها، يعني الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكان التبرع، وأيضا دكتورة أنتوا يعني عندكم أكثر من مكان، سواء يعني في مركز دبي للتبرع بالدم وأيضا الحافلات المتنقلة، نبغي دكتورة نطمن الجمهور أو أفراد المجتمع أو المتبرعين بأن مركز دبي للتبرع بالدم والفريق الطبي أخذ بالاعتبار جميع هاي الإجراءات الوقائية والاحترازية بخصوص موضوع يعني نقل العدوى أو أي أمر آخر، فيعني المكان آمن والمكان معقم للحضور والتبرع بالدم. نعم طبعا أخي عبد الله، يعني احنا مثلا المركز الحمد لله من بداية شهر يناير، نعم، يعني منتصفة، بدلنا خطوات العمل. كان سابقا مثلا المتبرع يدخل إلى قسم الاستقبال يسجل، ثم مثلا يعبي الاستبيان الخاص بالتبرع بالدم، ثم يذهب إلى الطاقم الطبي لمثل قياس الحرارة وإجراء الفحص الطبي. أول ما بدت الأزمة عالميا في شهر يناير، احنا غيرنا خطوات الإجراءات العمل، فحطينا قياس درجة الحرارة أول خطوة في أول مكان يدخل المتقدم للتبرع بالدم. والغاية من هذا هو أنه لا يسمح لشخص يكون مثلا عنده ارتفاع حرارة يكون متواجد داخل المركز في منطقة الانتظار أو منطقة تعبئة الاستبيان، لأن هذه مثلا واحدة من الإجراءات الاحترازية اللي باشرنا بها فورا ومنذ بداية الأزمة. فأي شخص يكون عنده ارتفاع في درجة الحرارة في أول خطوات دخوله إلى المركز يتم رفضه، ويتم الطلب منه الاستبعاد عن التبرع بالدم وإعطاء المشورات والمعلومات المطلوبة. هذا طبعا يضيف إلى سلامة الأشخاص اللي موجودين داخل المركز للتبرع.
بالإضافة إلى أنه جميع الموظفين قبل مباشرتهم العمل يتم قياس درجة الحرارة لهم، وهذا أيضا ضمان لسلامة المتبرع وسلامة الموظفين. طبعا عندنا ألواح ذكية داخل المركز يتم تعبئة الاستبيان، لأن المركز الحمد لله يعمل بدون أوراق، فالألواح الذكية اللي موجودة كلها يتم تعقيمها بعد كل متبرع. بالإضافة إلى أنه بدينا من شهر يناير أعطاء كفوف تستعمل لمرة واحدة لكل المتقدمين للتبرع حتى يرتدون الكفوف عندما يلامس أصابعهم الألواح الذكية. فهذه الإجراءات احنا بدينا بها الحمد لله من البداية، وعممناها على المتبرعين في مثل بروشورات أو ألواح تذكر كل الإجراءات اللي تم أخذها المركز لضمان سلامة المتبرعين أثناء تواجدهم داخل المركز. كذلك أي شخص يكون عنده أي تاريخ سفري سفر من لأي منطقة يمنع عن التبرع بالدم لمدة 28 يوم بغض النظر عن الدولة اللي سافر لها. فإحنا الحمد لله منذ بداية الأزمة طبقنا كثير من الإجراءات، كنا سباقين في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة المتبرعين أثناء تواجدهم بالمركز. والحمد لله يعني اللي نحصله من المتبرعين كفيدباك أو تقييم للخدمة أنهم مرتاحين بالمركز، أن يشعرون بالإطمئنان وبالنظافة. طبعا كل الكراسي تتنظف بعد كل متبرع، تتغير الأوراق اللي تستخدم على الأسرة، سوينا تباعد اجتماعي في كراسي الانتظار فألغينا كرسيين حتى المتبرع ما يكون جالس قريب على شخص ثاني. نعم. فكل هذه الإجراءات مطبقة الحمد لله لضمان سلامتهم وراحتهم واطمئنانهم أثناء تواجدهم بالمركز. نعم. أيضا دكتورة يعني نذكر مستمعينا الأعزاء بأن مثل ما ذكرتي في حديثك يعني قطرة دم لإنقاذ حياة إنسان، وأيضا مستمعينا الأعزاء تعرفون بأن في بعض الناس أو مرضى حياتهم معتمدة على التبرع بالدم، فلو دكتورة مي تكلمينا أكثر عن قيمة وأهمية قطرة الدم عفوا في إنقاذ حياة إنسان. طبعا يعني التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل. نعم. لأنه لحد الآن مع تطور الخدمات الصحية والعلوم لا يوجد بديل الإنسان. نعم. فهو مرض إلى مصدر إلا من إنسان محب لمساعدة الآخرين، وكل شخص يتبرع بالدم الكامل يساهم في إنقاذ حياة 3 إلى 4 مرضى، وهذا عمل جدا كبير. لأنه الشخص من يتبرع بالدم الكامل يتم من هذا الكيس الدم الكامل تحضير 4 مكونات، تطلع من الكيس كريات دم حمراء مركزة وهي تستخدم لعلاج فقر الدم، الحالات اللي عندهم فقر دم مثل الثلاسيميا أو فقر دم مزمن، وكذلك نستخلص من كيس الدم مكون يسموه صفائح الدموية، وهي طبعا اللي تستخدم لعلاج النزيف مثل اللي عندهم نزيف حاد أو اللي عندهم أمراض وراثية اعتلال في عمل الصفائح الدموية. والصفائح الدموية عمرها 5 أيام فقط، فإحنا بحاجة مستمرة إلى أن نوفر الصفائح الدموية. المكون الثالث اللي يطلع من كيس الدم الكامل هو بلازما الدم، وهذه البلازما تحتوي على المعادن والسوائل وتستخدم لعديد من الحالات، النزف الحاد وحالات الحروق يحتاجون بلازما الدم بكميات حتى كبيرة، بالإضافة إلى آخر أو رابع مكون اللي هو الراسب القري واللي يحتوي على عوامل التخثر ويستخدم لحالات النزف وحالات مثلا الهيموفيليا اللي هي أمراض الدم الوراثية. فعندما يفكر الإنسان أنه في خلال 15 دقيقة من وقته يعطيها للتبرع بالدم ويحصل على طبعا حسنات من الله سبحانه وتعالى ورضا نفسي أنه ساهم في إنقاذ حياة 3 إلى 4 مرضى محتاجين، هذا يعني شعور بالسعادة والطمأنينة للشخص اللي يتبرع بالدم، والله يجازيه خير أكيد. يعني
نعم. أيضا دكتورة، يعني شيء مهم جدا أحب أني أنا أيضا أذكر فيها مستمعينا الأعزاء، بأن هناك الكثير من الفوائد يعني تحصل عليها أنت كمتبرع بعد ما تتبرع بالدم، فوائد صحية. دكتورة مي، لو تحدثينا عن أهمية التبرع بالنسبة للمتبرع وفوائد الصحية اللي حصل عليها بعد التبرع. نعم، التبرع بالدم المنتظم يساعد على تنشيط نخاع العظم، وهو الجزء الموجود داخل العظام الطويلة اللي يكون لنا مكونات الدم، فهو ينشط الدورة الدموية وينشط الجسم لإنتاج خلايا جديدة. هذا بالإضافة إلى جميع الدراسات والبحوث العالمية أثبتت أن المتبرع بالدم المنتظم يساهم التبرع في تقليل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، وهذا فشيء جدا مهم ويقلل من كثافة الدم. فكثير ناس مثلا المدخنين أو الناس اللي عندهم كثافة في الدم، هذه الكثافة تسبب تزاحم في كريات الدم الحمراء التي تجري في الأوعية الدموية، وممكن لا سمح الله تسبب الجلطة القلبية والدماغية. لكن التبرع بالدم يقلل من هذه الكثافة حتى يكون الدم بحالة سيولة مقبولة وصحية، بالإضافة إلى أنه طبعا التبرع بالدم يقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم عند بعض الأشخاص، فهو في كثير من الفوائد العلمية المثبوتة. هذا بالإضافة إلى أنه المتبرعين اللي هنا المركز دائما يقولون انه في فوائد اكثر، كثير منهم يقولون اذا ما اتبرع مثلا يستمر عندي الصداع او يستمر عندي الام المفاصل، بس من اتبرع هذه الالام كلها تزول. فكثير يعني ايجابيه التبرع بالدم تطغي على كثير من المعاناه اللي يعانيها المتبرع. طبعا اذا يريد يجي رح ناخذ من وقته ورح يجي يوصل للمركز، لكن الفوائد والقيمة الإنسانية للتبرع بالدم كثير أكبر من هذا الشيء. فالحمد لله والشكر، يعني إحنا متبرعين نحسهم أنهم سعيدين في تواجدهم في المركز وسعيدين في التبرع. وأحب أقول أخوي عبد الله أنه دولة الإمارات الحمد لله وبدعم القيادة الرشيدة هي من أفضل 5 دول في العالم في مجال التبرع بالدم الطوعي. نعم. يعني كل هؤلاء المتبرعين هم طوعيين يجون من نفسهم. احنا نذكرهم بموعد التبرع بالدم القادم، نذكرهم مثلا انه لو تقدر اليوم تجي تتبرع، بس هم بالاساس هم متبرعين طوعيين، وهذا طبعا يعني قيمة انسانية كبيرة. صحيح. منظمة الصحة العالمية عام 2010 اختارت دولة الامارات من افضل 5 دول على مستوى العالم في دعم التبرع بالدم الطوعي. طبعا يعني في دولة الإمارات دولة العطاء والخير، هذا جزء قليل، كل إنسان مقيم أو مواطن يحب يقدمه كعطاء للمرضى المحتاجين ويدعم الأعمال الإنسانية. نعم. أيضا دكتورة، لو يعني نتحدث معك عن حصيلة تجميع وحدات الدم من المتبرعين في هذا الشهر وخلال يعني الأعوام الماضية. احنا مثل ما ذكرنا بداية الحديث انه مركز دبي للتبرع بالدم يسحب يعني حسب الإحصائيات لآخر 10 أعوام، فاحنا نسحب 50% من الدم على مستوى الدولة، وهذا طبعا كمية كبيرة وترجع أساسا إلى الخدمات الصحية الفعالة في إمارة دبي والقطاع الخاص. طبعا المركز يصرف الدم لمستشفيات هيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى أنه حاليا نصرف إلى 40 مستشفى خاص الدم ومكوناته. فكمية الدم حسب إحصائياتنا إحنا في 2019 المركز، طبعا مش المركز فقط بس المركز وحافلات التبرع بالدم عن طريق الحملات، استقبلنا ما يقارب 66,000 متقدم للتبرع بالدم. ودائما طبعا المتقدمين للتبرع بالدم قسم منهم يجرون يتبرعون، والقسم الآخر يستبعدون عن التبرع أما لأسباب صحية، يعني إنه التبرع ممكن أن يضر بالمتقدم للتبرع بالدم، أو تكون مثلا في أسباب اللي ممكن تعود ب
بسلبية على المتلقي الدم اللي هو المريض. فإحنا الحمد لله يعني سحبنا تقريبا يعني اللي نجحوا في التبرع بالدم الوحدات ما يقارب 54,000 وحدة دم خلال 2019. بالنسبة لهذه الأشهر إحنا كنا سابقا في الأشهر العادية المركز يسحب تقريبا بين 4,000 إلى 5,000 وحدة دم بالشهر الواحد، لكن هذه الأشهر لأنه طبعا قلت العمليات الغير حرجة تم إيقافها لأعطاء الأولوية طبعا للأزمة الحالية، فتقريبا إحنا نسحب 3,000 إلى 3,300 بالشهر خلال يعني شهر مارس وأبريل، خلينا نقول يعني هذه الشهرين اللي شوية بدأ السحب أقل، بس الحمد لله إحنا قادرين نغطي احتياجات مرضى الثلاسيميا مرضى الحالات الحرجة، لكن طبعا إحنا يعني يوميا إنه نحتاج إلى متبرعين بكم حتى نزيد من المخزون المتواجد لتغطية الحالات الطارئة. نعم دكتورة مي، أيضا يعني لو تحدثينا بالتفصيل يعني من خلال شهر رمضان الكريم عن مواعيد التبرع خلال هذا الشهر وأرقام التواصل. نعم احنا فاتحين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، ثم نرجع نفتح مرة ثانية للمتبرعين بالدم من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. أما يوم الجمعة فإحنا فاتحين بعد الإفطار يعني من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل لاستقبال المتبرعين بالدم. بالنسبة لأوقات أرقام التواصل ممكن يتواصلون معنا عن طريق مركز الاتصال الموحد لهيئة الصحة في دبي على الرقم 800-342، يقدرون ياخذون مواعيد من خلال مركز الاتصال، يسألون أي سؤال أو أي استفسار يخص التبرع بالدم وهم فريق متخصص للإجابة عليه، وفي حالة في أسئلة أكثر أو معلومات أكثر يطلبها المتصل فيتم تحويل المكالمة إلى مركز دبي للتبرع بالدم، وإحنا حاضرين للإجابة على أسئلتهم. هذا بالإضافة إلى أخوي عبد الله أنه من يوم اللي هيئة الصحة فعلت الرقم الواتساب فنستلم كثير من الرسائل عن طريق مركز إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق واستفسارات من متبرعين أو من جمهور ويتم الرد عليها خلال فترة قصيرة جدا. نعم دكتورة مي عبد الرؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك كل الشكر والتقدير يعني جهودكم الكبيرة الحقيقة في مركز دبي للتبرع بالدم. شكرا لكم، الله يحفظكم. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا وحلقتنا لهذا اليوم، أتمنى إن شاء الله أن تكون حلقتنا قدمت لكم الفائدة المرجوة والنصائح. وهذا مستمعينا الأعزاء هو نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. وأذكركم أيضا مثل ما تفضلت أخصائية التغذية والتثقيف الصحي أهمية وجبة الفطور وأيضا أهمية الطبق الصحي المتوازن، قطرة دم لإنقاذ حياة إنسان. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء بأن التبرع بالدم هو جانب إنساني وديني ومجتمعي، وهناك الكثير من الناس والمرضى معتمدين على التبرع بالدم. بإمكانكم التواصل على الرقم 800-342 لعمل موعد وأيضا التبرع بالدم. أحب أني أشكر فريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد يوسف، الإعداد يوسف سعد، وأيضا مخرجنا المبدع دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.